مفاجأة، بريطانيا تدعو لتوسيع مجلس الأمن. حضراتكم منذ عام 1945 الأمم المتحدة القيادة الرئيسية فيها لمجلس الأمن، له من 5 أعضاء دائمين لهم حق الفيتو زائد 10 أعضاء منتخبين حسب المناطق الجغرافية. الخمسة اللي لهم حق الفيتو 2 قدام كانوا لهم مكانة كبيرة سابقا، فرنسا وبريطانيا كانوا إمبراطوريات كبيرة، و3 دول هم حاليا القوى الكبرى الثلاثة في العالم، أمريكا والصين وروسيا. ال5 دول اللي في مجلس الأمن لهم حق الفيتو أو حق الاعتراض، عمليا هم الخمسة اللي بيحكموا العالم المعاصر. بقالنا فترة بنسمع أصوات كتيرة جدا، منها أصوات من القاهرة بضرورة توسيع مجلس الأمن، العضوية الدائمة ما تكونش الخمسة فقط إنما توسيع هذه العضوية. إنما دلوقتي لأول مرة بنسمع هذا الصوت من لندن، في تشاتام هاوس في لندن ألقى كلمة وزير الخارجية البريطاني وقال فيها إن بريطانيا تؤيد إصلاح مجلس الأمن وتوسيع العضوية في مجلس الأمن، واتكلم تحديدا عن الهند والبرازيل اللي هم ممكن ينضموا إلى مجلس الأمن كأعضاء دائمين. بريطانيا من الدول اللي هي محافظة، يعني تاريخيا صعب توافق على توسيع مجلس الأمن أو انضمام قوى جديدة. ليه بريطانيا بدأت تقول هذا الكلام؟ لأنه طبقا لوزير الخارجية البريطاني العالم بيتغير، ومنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي بتتطور بشكل كبير، ومركز الثقل ما بقاش في الغرب فقط، إنما انتقل مركز الثقل إلى الشرق وإلى منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي، وإنه كمان قارة زي إفريقيا عدد سكانها زاد بشكل كبير وبقت مؤثرة ديموغرافيا أو سكانيا في العالم. وإن هو لما بيقعد وزير الخارجية البريطاني بيقول إن هو لما بيقعد مع قادة دول الجنوب بيسمع كلام كتير جدا، إنه الغرب يحكم أو يدير أو يتحكم ولكنه ما بيقومش بمسؤولياته. وإذا استمر الغرب عنده السيطرة من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة ما بيقومش بمسؤولياته، في هذه الحالة هينتقل النظام العالمي من الأمم المتحدة إلى منظمات أخرى زي البريكس وغيرها. يبقى إذا لم يتم توسيع مجلس الأمن، إذا لم يتم إصلاح الأمم المتحدة، في هذه الحالة الدول الكبيرة الصاعدة ودول كتيرة في الجنوب هتفكر في منظومة بديلة لمجلس الأمن ومنظومة بديلة للأمم المتحدة. كمان النظام الاقتصادي العالمي اللي قائم على البنك وعلى الصندوق وعلى المنظومة المصرفية والمالية والاقتصادية الغربية، كل هذه المنظومة الغربية ومنظمة التجارة العالمية كل ده ممكن يهتز، لأن ممكن تطلع مؤسسات اقتصادية بديلة تعبر عن الجنوب والقوى الجديدة الكبيرة اللي في العالم. يبقى احنا إذا ما كناش نصلح من دلوقتي العالم هيصلح غصب عننا، وإذا ما أصلحناش مجلس الأمن هنلاقي إن الجنوب والدول المتقدمة الجديدة في آسيا هذه الدول هتغير هذه المنظومة القائمة. يبقى بيدنا لا بيد عمر، احنا اللي نقول من دلوقتي نوسع مجلس الأمن، ندخل دولة زي الهند، دولة زي البرازيل، نشوف موضوع حق الفيتو نراجعه علشان العالم ما يتعطلش نتيجة الإدارة الغربية أو الإدارة الخماسية للعالم، أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا. الكلام ده سمعناه كتير قبل كده، إنما أول مرة نسمع هذا الكلام بهذا الوضوح وهذا الحسم من وزير خارجية بريطانيا. يبقى إذن النداء العالمي لتوسيع مجلس الأمن، تعدد القوى في العالم، استيعاب أفريقيا والقوى الكبيرة الصاعدة، الكلام ده بدأ يلاقي صدى في دول كبيرة كانت قبل كده ضد أن تسمع أي صوت وأي صدى مثل بريطانيا. في المجمل بريطانيا أصبحت ولأول مرة تنادي هي أيضا بتوسيع مجلس الأمن وإصلاح الأمم المتحدة.